السلام عليكم، معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل تشيكن نوغتس. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 2 صدر دجاج قطعته مكعبات وغسلته زين، وضفت له أوريغانو أو زعتر حسب المتوفر عندكم. وهنا عندي رشة فلفل أسود وتركته على جهة، وهنا بكاسة ثانية خلطت 1 حبة بيض و1 ملعقة أكل لبن رائب، يعني روبة شوية ثخينة حسب إذا متوفرة عندكم. خلطت زين بهالصورة. هنا من بعد ما خلطت زين ضفت له 3 ملعقة أكل طحين، خلطت هاي المواد زين، وراح تصير عندي عجينة بس مو ثخينة حيل. راح انقع بيها الدجاج اللي تبلته قبل شوية واتركها لمدة ساعة او نصف ساعة حسب وقتكم. حتى يمتص الدجاج الخلطة او التتبيلة. هنا من بعد ما تركتها شلت هذا الغلاف وبديت اغلفها هنا او الوثها بفتات الخبز البقسماط، اللي هو خبز محمص ومطحون متوفر بالاسواق، ممكن انتو تصنعوه بنفسكم. انا مسوية فيديو عنه، اذا تحبون اكتبولي حتى نزل لكم الرابط بصندوق الوصف. هنا راح اغلف كل القطع بهذا المقسماط، وعندي زيت ساخن راح اقلب بيه تشيكن نوغتس. هذا زيت غزير ساخن قليت بيه قطع الدجاج وراح اشيلها، وانا قليت على جهة بوتيتا وهاي حسب الرغبة ويا التشيكن نوغتس يصير طيبة. وعندي صلصة الجبن انا حضرتها، اذا تحبون اقدم لكم الفيديو مالتها. وعندي كاتشب، طبعا هاي الصلصات تفيد ويا التشيكن نوغتس وتصير طيبة وياه، واحد يغمسها بيه. وهذا شكله من بعد ما كملته، جربوا إن شاء الله يعجبكم وألف عافية.